الاستثماري تعرض لمثل هذه الأمراض أخذ استشارة الطبيب وعمل بكل النصائح اللي وجهها له الطبيب وتعرض أو لتركيب دعامة أو العملية الجراحية وابتدى يتحسن، لكن بعد فترة ابتدى يعود المشاكل عنده تاني. الكلام ده وارد طبعا، وارد على مستوى أي فعل أو أي إجراء جراحي أو غير جراحي بيتخذه الطبيب مع أي مريض. سبب عادة أو رجوع الأعراض بيبقى أكثر من شيء. إحنا الحقيقة كأطباء أو كجراحين إحنا بنعالج المرض اللي موجود قدامنا، لكن ما بنوقفش تطور المرض. تطور المرض عشان يتوقف عايز علاجات، عايز محافظات، عايز محافظة على الأكل، عايز محافظة على الرياضة، عايز محافظة على التدخين. كل الكلام ده هو اللي يمنع رجوع الأعراض مرة أخرى، مش الإجراء اللي عمله. مش معنى إن أنا أجريت إجراء معين أو حطيت دعامة إن أنا خلاص بقيت أرجع لحياة طبيعية، لا، ده إنذار إن أنا لازم أتوقف عن أشياء معينة في حياتي اليومية، في الأكل، في الشرب، في التدخين، في ممارسة الرياضة، هو اللي بيرجع الأعراض مرة أخرى.